شوية؟ وانا كمان يا امنية قلتيها وانا كمان, كمان يا امنية وانا كمان. طب اقول لكم على حاجة. اتفضلي يا امنية. انا هعمل تحدي. ايه هو؟ كل واحد هيغني اغنية, الاغنية اللي هتعجبني هدي لها هافر بورد ساعة يلعب بيها. انا الكبير هو اللي يبدا الاول. انا الكبير. صلاح الكبير. يلا يا صلاح ابدا انت. يلا. الغزالة رايقة ما الناس الحلوة سايقة, يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه, ما تقرب مني حبة لا لسه شوية حبة, طب وحياة المحبة ما دام جيت جنبي خلاص خليك. مكة. نعم يا أمنية. بصي ماما اهي, اروح اقول لماما على حاجة اشوف رايحة فين, بس خلي هافا برد معاكي بس ما تركبوش. حاضر يا أمنية. حاضر. مش حد يأمن عليه. حاضر يا أمنية. بقول لكم ايه يا بنات؟ ايه يا مكة؟ ما تيجي ناخد الهافا برد ونروح نلعبه بيه بعيد. السجاده سجاده حلوه. يلا يلا بينا يا أمنية. يا مكة. ماما رايحه فين؟ ايه يا حبيبه قلبي, انا رايحه مشوار ساعه وجايه على طول. طب خديني معاك يا ماما. اخدك معايا ايه, انا هروح بسرعه وجايه. وانت تلعب مع اصحابك يا امنيه. ماما انا عايزه ماما اروح معاكي يا ماما. النبي يا ماما. طيب بصي يا امنيه, وعد مني ليكي بالليل ليكي عندي فسحه جامده. يا ماما انت كل يوم بتقولي لي كده, كل يوم بتقولي بالليل هفسحك. ما بتفسحنيش يا ماما. طب اسمعي الكلام بقى يا امنيه, بروح العب مع اصحابك بقى. حاضر يا ماما. حاضر. وانت كمان وحشتني, قلت لي ده قلت لك داخله عليك بالظبط 10 دقايق هتلاقيني عندك. ماشي. باي باي. باي باي. الو. ايوه يا حبيبي انا داخله عليك اهو. لا مفيش, ده امنيه شبطانه فيا وكانت عايزه تيجي معايا. اجيبها معايا ايه يا احمد, ما قلت لك كبيره. خلاص ماشي, اديني 5 دقايق بالظبط وهبقى عندك. وانت كمان وحشتني والله يا حبيبي. ماشي. باي باي. وحشتيني. ده حبك وانت نور عيني, ده وانت مطلعاه عيني. ازيك يا احمد؟ الحمد لله يا حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. تيجي بقى نركب العربيه ولا تمشي على رجلينا؟ وحشتيني. وانت كمان. تعال بقى نقعد في الشنطه شبه زمان. فاكره؟ والله فكره حلوه. تعالى. بقول لك وحشتيني, ما رديتيش عليا. خلي بالك. قلت لك انت وحشتيني اكتر. لا والله. ايوه والله القعدة هنا حلوة قوي. لا ده جميلة هنا. بعد كده بقى المرة الجاية بقى هاتي الترم والشاي كده ونقعدوا هنا نشربوا شاي كلنا قاعدين في الكافيتيريا. عارفة بقى لو معاكي ترابيزات وجراس هنا تبقى القعدة ايه, تحفة والله. صدق فكرة حلوة. المرة الجاية اجيب ترابيزة وكرسيين. ليه بقى بنتك أمنية أول ما تشبط فيك النهاردة؟ يا أحمد هي على طول شبطانة فيا, ما أنت عارف من ساعة ما جوزي سافر وهي بقت مسؤولة مني مسؤولية كاملة, يعني أنا بقت بخرجها بقت الأب والأم في نفس الوقت. عارف يا احمد, عارف يا احمد لو جوزي ده كان يسمع كلامي وياخدني معاه سفر معاه 3 سنين دول, او حتى ما ياخدنيش معاه عيش معاه, بس على الاقل كان مثلا في كل سنه ينزل لي 3 شهور, يعني كل 12 شهر 3 شهور ينزلهم ويخليه 9 شهور هناك زي ما هو عايز, ما كنتش هحس بكده. لكن يا احمد عارف الثلاث سنين اشوفه فيهم 3 شهور بس, 3 شهور بس, ولما يكلمني في التليفون هي كلمتين بالعدد. الو امنيه كويسه؟ اه كويسه. عايزه فلوس؟ اه عايزه فلوس. ده انا يا احمد لما باجي اقول له وحشتني
يقول لي اقعدي ساكته بلاش الكلام ده احنا كبرنا عليه. انت بتحبيه ولا ايه؟ والله بحبه قوي، بس هو انا كنت مستنيه منه حبه اهتمام بس، عارف حتى لو في مكالمه التليفون يقول لي كلام حلو. والله ما كنت فكرت قبلك اصلا يا احمد. كل صراحه كده؟ بكل صراحه اكذب عليك ليه يعني؟ طيب لو انا ما كنت ظهرت في حياتك كنت هتعملي ايه؟ كان ممكن اتعرف على واحد تاني. لا 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 لا، ما يا احمد وقت الفراغ الكبير اللي انا فيه ممكن يوصلني لاكتر من كده كمان. ده ايه الصراحه بتاعتك الزياده دي؟ عارف يا احمد انا والله العظيم بحب بيتي قوي وبحب بيتي امنيه ومكنتش عايز اعمل كده خالص، بس هو اللي وصلني للمرحله دي. خلاص انت بقى بطلي الكلام ده وخلينا نهزر مع بعض شويه بقى. في ايه بقى؟ هاتي ايدك، هاتي بقى قلبي زي زمان كده، زي زمان. الله الله، حلو القلب ده صح؟ تعالي. مين ده يا ماما؟ أمنية يا أمنية يا أمنية. اتبسطتي النهارده يا سماح؟ اه يا ماما الحمد لله. أمنية يا أمنية، هي دي مين؟ بالها مني أمنية، هي صاحبتي في المدرسة بتطلع الأولى على طول. بجد؟ اه باين عليها حبيبتي ما خدتش بالها منك، معلش ما تزعليش. يلا بينا تعالي. كابتن اجل، ما شفتش بنت طولك كده لابسه جاكيت اخضر؟ ما عدتش من قدامك لابسه جاكيت اخضر؟ ايوه شفتها صح. يعني ايه راضيني؟ طيب قولي بس وانا هرضيك. هديك اللي انت هقولي. طب قولي بس انت شفتها بصراحه؟ ايوه بصراحه شفتها. بصراحه؟ ايوه. ما شفتهاش؟ ما شفتهاش يا بلد يا اللي ما عندكش دم. ناقصاك انا؟ ناقصاك؟ بتقول ايه؟ عايز العب بالعجله دي. عجله؟ بقول لك يا مسمار انت رايح فين؟ رايح اشرب قهوه. طب روح اشرب قهوه احسن لك يا مسمار. والله احسن لي؟ اه يا احسن لك يا مسمار. العجله. انا هثبت الجمجمه واجي. ماشي يا مسمار، روح يا مسمار. يلا يا مسمار، روح يا مسمار. وضحكنا عليك، وضحكنا عليك. لو سمحتي يا لو سمحتي، ما شفتيش بنت طولها كده لابسه جاكيت اخضر عدت من قدامكم؟ امنيه ايوه انت عرفتي اسمها منين؟ صاحبتي معايا في المدرسه. طب هي عدت من قدامكم صح؟ ايوه احنا شفناها، بس هي جرت بعيد كده. بس انا زعلانه منها يا طنط لاني بسلم عليها مش بتسلم عليا. معلش معلش. طب في حاجه ساعدك فيها؟ لا شكرا شكرا، ربنا يخليك. انا اسفه. ماشي يا رب. تعالي يا حبيبتي. لو سمحتي لو سمحتي، ما شفتيش بنت كده قد كده لابسه جاكيت اخضر عدت من قدامك؟ هي دي اللي مستخبيه دي؟ امنيه حرام عليك يا امنيه، حرام عليك يا امنيه، جريتيني وراك يا امنيتي. مفيش حاجه. تعمليني هنا بس كده. في ايه؟ مامتك دي يا بنت؟ ايوه ايوه انا مامتها. مامتك ولا بتخطفك؟ ردي عليا. اخطف ايه؟ والله بنتي. انت يا بنت ردي عليا، انت مش بتردي عليا ليه؟ ردي عليا. ردي عليا. ردي عليا والنبي يا امنيه، ردي عليا. عارفه ان انا مامتك يا امنيه عشان خاطري يا امنيه، افهمك على كل حاجه. والله ردي عليا. ما تردي عليا. طيب مش عايز تردي عليا ليه؟ ردي عليا. هي يا ماما مامتك؟ اه انا مامتها. طب انت مش بتردي عليا ليه؟ معلش معلش. تعالي يا امنيه افهمك على كل حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. البنت مش عايزه ترد عليا، هو في ايه؟ انا مش فاهمه في ايه. صراحه يا امنيه انا مش عارفه ابرر لك ولا اقول لك ايه بالظبط، بس
كل اللي انا عايزاكي تفهميه ان انا اسفه وحقك عليا، والله ما هعمل كده تاني يا امنية. يعني مين اللي كان معاكي ده يا ماما؟ بصي يا امنية، ده صاحبي من ايام الكلية، والله العظيم ابوكي هو السبب في كل اللي انا فيه دلوقتي. يا امنية ابوكي بسافر بقاله 3 سنين ما شفتهمش فيهم غير 3 شهور. انا نسيت ابوكي يا امنية غصب عني. يا ماما خلى في حياتي وقت فراغ كبير قوي، مش عارفة اعمل ايه فيه. مش عارفه تعملي ايه فيها يا ماما. بس والله العظيم انا مش ببرر لنفسي، بس انا غلطانه، والله انا غلطانه، انا اسفه، حقك عليا. اقول لك يا ماما، وقت الفراغ ده تعملي ايه؟ العبي مع بنتك، فسحيها يا ماما، حسيتيها ان انت الاب والام في البيت، مش تروحي تقابلي واحد تاني. يعني انت يا ماما كنت بتاجلي فسحتي معاكي عشان تروحي تقابلي، يعني هو اهم مني والله. يعني انت مش عايزه تفرحيني يا ماما؟ انا ببقى قاعده زهقانه ملعب مع صحابي، ابقى عايزه العب معاكي، اتكلم معاكي، احكي لك انا عملت ايه وفرحانه ليه واللي مضايقني. انت بتقعديش معايا. انا اسفه والله، ما عندي في حياتي اغلى منك، وانا اسفه ان انا قصرت في حقك، ووعدك ان اللي حصل النهارده ده هننسوه خالص من حياتنا. والله اللي انت عملتيه معايا النهارده يا أمنية، واحساسي ان انا ممكن ما اشوفكيش تاني، ده فوقني كتير وهيخليني امسح حاجات كتير قوي من حياتي انا مش عايزاها في حياتي اصلا. ومن النهارده انت بس اللي في حياتي اللي هتأمري بيه وقتي كله ليك يا أمنية. انا اسفه حقك عليا عشان خاطري انسي اليوم النهارده. بصي انا هنسى اليوم النهارده كل اللي حصل، وانت كمان هتنسي عشان خاطري. عشان اسالك سؤال؟ اسالي. رضيك لما اكبر اعمل كده؟ لا انت هتسامحيني بسرعه كده؟ ما تقوليش كده يا أمنية، انت عمرك ما هتعملي كده. وانا بقولك انا غلطانه، انا اسفه، انا اللي ماما عملته ده غلط. هو معاكي في حاجه؟ بابا بيحبك قوي على فكره، بابا بيحبك قوي. وبعدين بابا مسافر عشان يجيب لنا فلوس، ويبسطك فيها ايه؟ طيب يا أمنية، والله يا أمنية مش كل حاجه الفلوس. يا أمنية يا أمنية بقولك انا نسيت ابوكي، بقولك ال3 سنين ما شفتهمش فيه غير 3 شهور بس. يا أمنية عشان خاطري تكلميني معاه. لما تتكلمي معاه، بصي يا ستي الفكره دي، اتكلمي معاه وقولي له بابا ايه رايك يا بابا تقضي 9 شهور وتجينا تقعد معانا 3 شهور، او تاخدنا معاك وانت بتشتغل نعيشه معاك. حاضر يا ماما، بس انا عمري ما هشيل اليوم ده من دماغي ابدا. عشان خاطري هتشيليه، انا هفضل فاكراه طول عمري. انت لو بتحبي ماما هتشيليه، زي ما انا النهارده هشيل من حياتي كل حاجه وحشه بسبب ان انت اللي عملتيه فيا النهارده. انا احساسي ان انت كان ممكن تضيعي مني، ده احساس وحش قوي يا أمنية. يا رب ما جربوش ابدا يا رب. انا اسفه، زعليش مني. الله يسامحك. ماشي يا أمنية، تعالي نروح عند العربيه، العربيه مفتوحه، تعالي. عليا ماما مبسوطه يا أمنية؟ مبسوطه قوي يا ماما. بسرعه 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 بسرعه، خلي بالك يا ماما. بحبك يا قلبي. وانا كمان.